الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجدد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إحياؤنا لشعيرة الإمام الحسين عليه السلام بين الشكل والمضمون. هل إحياؤنا مجرد صورة وشكل أم إحياء حقيقيا فعليا قادر على نهضة الأمة؟ من أعظم الشعائر الإلهية وأبرز مصادقها هي شعيرة إحياء ذكرى الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. وحتى نستطيع أن نحيي هذه الشعيرة بما ينسجم مع دم الحسين، بما ينسجم مع عطائه، مع ثورته، مع نهضته، لا بد أن نقرأ عاشوراء قراءة واعية متأنية بحيث تنسجم مع هذا العطاء من الإمام سلام الله عليه، وإلا صار الإحياء إحياء مفرغ المحتوى غير قادر على نهضة الأمة. كيف نقرأ عاشوراء؟ أو كيف نرصد المشهد العاشورائي؟ عاشوراء هي مزيج من عنصرين. عاشوراء هي مزيج من عنصرين: عنصر الحماسة وهو الطابع السياسي المتمثل في الشجاعة، المتمثل في الإقدام، المتمثل في الجرأة على المواجهة والمقاومة، المتمثل في الإرادة الفولادية، المتمثل في الموقف الصلب من الإمام وأهل بيته وأصحابه الخلص. هذا الطابع السياسي، هذا موقف أو عنصر الحماسة. العنصر الثاني هو عنصر التراجيديا، بين قوسين الطابع العاطفي، عنصر المأساة المتمثل في البكاء، في الحزن، في الألم، في تلك المشاهد المؤلمة المفجعة في واقعة كربلاء. وعاشوراء هي الحدث الوحيد في التاريخ الذي لا يمكن ولا يتصور أن ينفصل هذين العنصرين عن بعضهما البعض. لا يمكن حتى على مستوى التصور، يعني داخل الذهن، أن ينفصل هذان العنصران: عنصر الحماسة طابع سياسي، وعنصر التراجيديا طابع العاطفي. لكن السؤال الأهم: أي عنصر هو الأصل؟ حتى نقرأ عاشوراء قراءة دقيقة واعية قادرة على نهضة الأمة، لا بد من القراءة المتأنية وفحص هذين العنصرين: وأيهما الأصل؟ نتابع. لا يستطيع أحد أن يقرأ عاشوراء إلا من خلال مواقف الإمام الحسين، من خلال بيانات الإمام، من خلال كلمات الإمام، من خلال حركة الإمام منذ أن رحل معاوية لعنه الله
وحتى استشهاده وما بعد استشهاده. إذا استطاع مؤمن أن يقرأ هذه المواقف قراءة دقيقة واعية، استطاع أن يفحص ويتبين له أي العنصرين هو الأصل. يزيد عليه نعائم الله يعرف الحسن ويعرف شدة الحسين ويعرف بأس الحسين ويدرك روح الوثبة والثورة في نفس الحسين. وبالتالي أول كتاب يكتبه يزيد إلى والي المدينة الوليد بن عتبة، خذ الحسين، أول اسم الحسين، وعبد الله وابن الزبير أخذا شديدا، فإن أبى بالخصوص بين قوسين الحسين، فإن أبى فاضرب عنقه وابعث إلي بالأسير. لماذا الحسين؟ لأن الحسين هو رجل المعارضة الأول، لأن الحسين هو قائد الرأي، لأنه لا يوجد رجل في الأمة كالحسين عليه السلام في ذلك الوقت، وهو يمثل قطب الحركة التي تحمل روح الثورة، التي تحمل هذه المبادئ وتعيش من أجل المبادئ. ولم يكن في الأمة رجل يومها كالحسين، فلذلك أتى تشديد يزيد إلى والي المدينة، خذ الحسين أخذا شديدا. ما هو موقف الحسين؟ أول خطاب، وهو بمثابة بيان صريح إلى الأمة، أول خطاب وجهه الإمام الحسين عليه السلام إلى والي المدينة، عندما طلب منه البيعة، طلب من الإمام الحسين البيعة إلى يزيد بعد أن دعاه معاوية، ماذا قال الحسين؟ قال: أيها الأمير، أنت منصب نفسك أمير، أيها الأمير، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا ختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحترم، ومثلي لا يبايع مثله، لكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة. هنا مسألة مهمة، ماذا نستنبط من كلام الإمام الحسين عليه السلام؟ أولا، إعلانه موقفا صريحا يرفض البيعة ليزيد، ومثلي لا يبايع مثله، وبالتالي عدم الاعتراف بشرعية خلافته بمجرد عدم البيعة، معنى شنو؟ سلب الشرعية من خلافته وسلطته. فبعد أن شرح منزلته ومنزلة أهل بيته وبين استحقاقه وأحقيته بالخلافة، استعرض نقائص يزيد ومثالبه التي تطعن في شرعيته، استنقاص إلى يزيد.
التي تطعن في شرعية ادعائه للخلافة وبالتالي عدم صلاحيته ولاية أمور المسلمين. ثانيا، في هذه الكلمات بيّن الإمام عليه الصلاة والسلام أسباب خروجه، من أسباب خروجه وهو الرفض إلى يزيد وإلى حكم يزيد، ويكشف عن نهجه المستقبلي. يعني بمجرد أن الإمام يقول ومثلي لا يبايع مثله، ننظر وتنظر أينا أحق بالخلافة، هذا معناته شنو؟ معناته أني لا أبايع ولو أقتل، ومعناته أن الخلافة أنا أحق بها وأهل بيتي أحق يا هذا الموقع. وذلك قبل أن تصله رسائل الكوفة. البعض يتصور أن الإمام الحسين خرج متوجها إلى العراق بسبب رسائل وصلت من الكوفة. بينما لا، رسائل الكوفة أرسلت للإمام الحسين عليه السلام بناء على موقف الإمام البطولي عندما خرج لمواجهة يزيد. لم تكن الرسائل قبل خروج الإمام وحركة الإمام، وهذه الرسائل جاءت نتيجة الموقف البطولي الذي أعلن عنه الإمام في التصدي للحكم الجديد وهو حكم يزيد. ومهما تكن مجموع الوسائل والعوامل التي دفعت باتجاه ثورة الإمام الحسين عليه السلام، فإن العامل الرئيسي هو موقف الحسين الرافض لبيعته ليزيد. ولأن أصلاً ثورة الإمام هكذا البعض يتكلم، والكثير من الكتاب كتبوا هكذا أن الإمام لم يكن خياره الثورة وإنما فرضت الظروف ثورته. نحن نقول ما هي العوامل التي فرضت على الإمام الحسين، ما هي الظروف التي فرضت على الإمام الحسين الثورة؟ موقفه بطولي الرافض ليزيد. ومهما تكن مجموع الوسائل والعوامل والأسباب الظاهرية التي تضافرت ودفعت باتجاه ثورة الإمام عليه السلام باستشهاده مع صحبه وأهل بيته على أرض الطف، يبقى العامل الرئيسي الذي يقف وراء كل تلك الأحداث هو بلا شك الوقوف بوجه جهاز الحكم الآن. لا بد أن نتفطن لهذا الأمر وأن لا نغالط. نموذج آخر، ما كتبه الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام إلى أخيه محمد بن الحنفي أثناء حركته من المدينة إلى كربلاء، قال: وإني لم أخرج أشرا ولا مطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب إصلاح في أمة جدي. الثورة عن الدماء من أجل شنو؟ الإصلاح، الإصلاح الحقيقي الذي يرجوه الإمام الحسين، مو إصلاح ترقيعي. عن البعض مثلا يرفع شعار في بعض المسيرات: لا إصلاح لا إصلاح، لا نريد إصلاح، نحن نريد الإصلاح، هدفنا الإصلاح، لكن الإصلاح الحقيقي الذي يحفظ لنا كرامة كرامة هذا الشعب. لطلب وإنما خرجت، هذه إنما هذه على دائرة، لأن في اللغة العربية
تفسير انما تفيد يعني لا تحصل خروج الامام كل هذا انما من اجل شنو؟ طلب الاصلاح. انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي صلى الله عليه واله. اريد ان امر بالمعروف وانهى عنه. اذا الحركات نكلها. المعتقلين، الدماء الشهداء، الاحرار التي اريقت كلها من اجل امر بالمعروف والنهي عنه منكر. هذا الباعث في حركتنا، في ثورتنا، في نهضتنا. الامر بالمعروف والنهي عنه منكر. ان شاء الله في موقع اخر البعض يتساءل يقول هل مثلا ان المرتزقة احنا نصرح لهم يعني نهاجمهم؟ سنبين في حلقة ان شاء الله قادمة ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه اتجاهان. اتجاه امر بمعروف وهو ان ادفع الطلب قبل وقوعه، ما انتظر بعد هجموا على بيتي وانتظر بعد هتكوا عرضي حتى انا اروح شنو؟ ادافع عن نفسي. هذا امر بمعروف ان ادفع المنكر قبل ان امر بالمعروف ان ادفع الضرر عن المؤمنين قبل وقوعه، هذا امر بمعروف. اذا وقع الضرر صار الاتجاه الثاني وهو النهي عن المنكر. هلك الاعراض، هجوم على البيوتات، ضرب الناس، ضرب الشباب، انا انهي عن المنكر. واسير بصيغه جدي وابي علي بن ابي طالب عليه السلام، فمن قابلني بقبول الحق فالله اولى بالحق. يقول هذين الشباب يبغون يتفاخرون بس يطلعوا مسيرات. هؤلاء الشباب الذين يقفون امام المدرعات وامام الرصاص، هؤلاء يريدون الدنيا؟ الامام الخميني يبتسم عندما ابتدره السيد الحكيم، يقول الإمام الخميني كان يريد أن يستصدر فتوى من السيد الحكيم لأجل الدفع باتجاه الثورة. طبيعي أن كل فقيه عندما يصدر فتوى يصير شنو؟ دعا إلى حركة الثورة وحركة نهضة الإمام الخميني. امتنع السيد الحكيم وقال هؤلاء طلاب دنيا. قال له الإمام الخميني هؤلاء طلاب دنيا اللي قدموا أرواحهم ودمائهم على الأرض طلاب دنيا دنيا؟ أطلاب دنيا هؤلاء؟ الإمام الخميني يتحدث ويشير إلى نفسه يقول نحن المساكين. هذا العملاق الإمام الخميني. نسأل الله حسن الخاتمة. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هانا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وخير حاكم. إذا يوضح الإمام عليه الصلاة والسلام هدفه من هذه الرحلة الشاقة التي لا عودة منه إليها، وهو إصلاح أمر الأمة من خلال فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا لفتة مهمة، حتى لو انصرف يزيد عن طلب البيعة من الحسين عليه السلام، هل يتوقف الإمام الحسين؟ فلن يستكين. فلن الإيمان
للحسين عليه السلام. فلن يستكين وسيواصل السير نحو هدفه، لأن وجود يزيد وبني أمية على رأس هرم الخلافة الإسلامية هو فساد مستشرد وظلم مستحكم ومنكر مستشري، وهو يغير أحكام الإسلام. إحنا ما ننتظر حتى لو مثلا قالوا إيه لو حتى لو قيل لنا بأن خلاص بصير إفراجات وبيطلعوا رموز وقادة وبصير صفحة جديدة تسويات، هل نتوقف؟ هل نتغير؟ هل يتبدل مطلبنا؟ الإمام الحسين لم يتغير مطلبه ولم يغير مطلبه حتى لو انصرف يزيد عنه، وهذه كلمته إلى محمد بن الحنفية. وفي موقع آخر فإن حول سيد قال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير ما عليه، يعني بقدر إمكاناته وطاقاته، بفعل ولا بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا، لأنه ساهم في نشر المنكر. ألا وإن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيل. شنو بالفيل؟ شوف الإمام عليه السلام لا ينظر إلى الأمور الأخروية فحسب، وإنما ينظر حتى إلى الأمور الدنيوية في توزيع الثروة. الإمام الخميني له خطابات واضحة وصريحة يقول: لا تجعلوا هؤلاء الأجانب الغرباء يأخذوا خيراتكم من النفط ومن غير النفط. يتفطن إلى هذه المسائل. القضية ليست قضية الدنيا، ولكن هذا طريق الآخرة، أن تحافظ على مقدرات الأمة وخيرات الأمة. هذه التصريحات والخطب وما سواها يلقي الإمام عليه السلام أضواء كاشفة على حقيقة الحكم الأموي، يستحث العواطف ويشحذ الهمم وينفض غبار الجهل بالواقع عن كاهل الأمة، ورفض كل صيغ الاستسلام غير المشروع لحكم الأمر. هذا هو الحسن. نموذج آخر من خطابه يوم عاشوراء، قال: إن الدعي، ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة. الآن وصلت المرحلة، وصلت المرحلة إلى المواجهة الحقيقية الفعلية في يوم العاشر من المحرم، إما القتل وإما الرجوع سالما. فماذا يختار الحسن؟ قد ركز بين السنة والذلة، وهيهات من الذلة. هذا الشعار الحسيني، هذا شعار الأمة الحسينية. الأمة التي تريد أن تنهض عليها أن تلزم هذا الشعار. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجحور طابت وطهرت، حجور طابت وطهرت
وأنوف حمية ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع كرام. ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وخذلان الناصر. ليش الإمام الحسين ما ينظر إلى قلة العدد؟ ما عنده أنصار؟ كانت الأمة من الشيعة؟ مو المسلمين، الشيعة أينهم؟ الشيعة في ذلك الوقت كان أغلبهم على أطراف على الجبال ينظرون إلى الإمام الحسين وهو يقتل، يسمعون واعية الحسين. فضلاً عن المسلمين اللي نيف وسبعين فقط مع الإمام الحسين، اللي خرجوا مع الإمام الحسين عليه السلام من مكة زحفاً إلى العراق منذ انطلاقته 10,000 نفر، لكنه صفى على نيف وسبعين، يعني من 75 ناس 73 72. وين الناس كلها؟ وين الأمة؟ صار في حديث آخر أبين العوامل التي دفعت باتجاه الثورة والعوامل التي دفعت باتجاه خذلان الإمام سلام الله عليه، وخطاب السيد القائد الخمنري عندما يركز على الأمة أن تفكر على امتداد التاريخ وتتساءل وأن تقلق حتى لا يحدث هذا الأمر مجددا وحتى لا تذهب دماء الشهداء هدرا. يجب أن لا نسمح إلى هذه العوامل أن تتكرر مرة أخرى. هذه الكلمات من الإمام أحدثت هزات وجدانية عظيمة، واستكمل المرحلة الأخيرة من إعلانه الانتفاضة والثورة، وأسبغ صفة الشرعية الكاملة لأول مرة في تاريخ الإسلام على مثل هذا الموقف وتلك المواجهة للسلطة الجائرة. لقد اجتمعت تلك الكوكبة من آل البيت عليهم السلام النبوي حول الحسين وشدت الرحال نحو تلك المواجهة الدامية. مع كل هذه المواقف البطولية ولم تكن هناك أي نوع من أنواع التراجيديا المأساة البكاء والحزن إلى يوم العاشر. صحيح؟ قرأنا معكم هذه الخطابات والبيانات ولا نوع من الألم الذي يدعو إلى البكاء. إذا نخلص إلى نتيجة أن الأصل في قراءة عاشوراء وفي نهضة الإمام عليه الصلاة والسلام هو عنصر حماسة، طابع سياسي المتمثل في البطولة، المتمثل في الجرأة، المتمثل في الإقدام، في التضحية، في الفداء، في الإرادة الفولادية، في الموقف الصلب. لكن أين موقع التراجيديا والطابع العاطفي؟ وكونه الأصل في قراءة عاشوراء كانت النتيجة رفض الظلم والخوف والوقوف بوجه كل يزيد. فإذا قرأنا عاشوراء على أن الأصل هو عنصر الحماسة طابع سياسي كانت النتيجة
أننا نريد أن نكون حسينيين، أن نمتثل لحركة الإمام، لأن الإمام قدوتنا. كانت النتيجة أن تكون هذه المجالس، هذه المراتب، هذه التجمعات باعثة على الثورة ضد النظام الحاكم الجائر. أما إذا كانت قراءتنا على أن الأصل هو الطابع العاطفي، كانت المجالس مفرغة للمحتوى، طقوس تقليدية، بكاء محض. هذا البكاء غير الواعي لا قيمة له في حياة المرء. هذا مبين بصراحة كلمات الإمام الخميني كيف يصف هذا البكاء في مجالس أبي عبد الله الحسين، وماذا يفعل البكاء في الباكي حقيقة. وبما ألهمتنا تلك الحماسة من حماس الحسين ونهضته، من أصول الحرية والمقاومة والتمسك بالعزة والكرامة والصمود في وجه يزيد العصر، أين موقعك الطابع العاطفي؟ عنصر التراجيدي، البكاء، الحزن، الألم، هذا العنصر كان من لوازم، أحد لوازم الموقف أو العنصر الأول، لأنه لولا وقوف الإمام في وجه يزيد، لولا هذه المواجهة الدامية مع يزيد، لما كان هناك المشاهد المؤلمة المفجعة يوم المأساة. صحيح. ولما حصلت تلك العاطفة مدنودة، إذن الغاية والأهم ينبع من تأصيل الحماس. الأمة التي تريد أن تنتفع بثورة الحسين عليها أن تؤصل إلى هذا العنصر، لأنه هو الأصل، عنصر الحماس. خلاصة الحديث أن عاشوراء التي هي من الشعائر الإلهية الكبرى والعظيمة إظهار للانتماء الحسيني الذي هو فكر، الذي هو خط، الذي هو منهج وحركة الرافضين قطعا للحكم الأبوي في كل زمان ومكان. الثاني، ينبغي قراءة عاشوراء قراءة دقيقة لكلا العنصرين في الحماسة والتراجيدي، وعلى ضوء هذين العنصرين يكون إحياؤنا على أكمله. ثالثا، أخذ الحيطة والحذر والتسلسل بالوعي اللازم لئلا يكون إحياؤنا صور أو صورة من صور غمس أو تحريف أو تمييع لأحكام النهضة الحسينية الأصيلة الناصرة. وسأبين إن شاء الله في أحاديث قادمة أن هناك من السلطات على امتداد التاريخ استطاعت أن توظف مجالس الحسين لخدمته،
في بعض تلك الأمور. وما لنا نحن بمثل هذا النموذج سأبينه إن شاء الله. فعاشوراء إذا ذروة في المجد، قمة في العز، قمة في الكرامة، قمة في الصمود، قمة في الكبرياء، قمة في المواجهة، قمة في طلب العزة والكرامة، لمن إنه الحسين، لأن الحسين ترجل فردا وحيدا أمام الحكم الفاسد والسافك للدماء والمضبايع يزيد. ولن يبايع يزيد. وأيوة يقنق في التلاجين، في المحساس، في المشاهد المؤمنة المفجرة، ذروة في الحزن والألم والبكاء. لكن أي مظلومية هي هذه؟ هذه المظلومية التي ينبغي أن تحفزنا بطلب ثأر الحسن. طريق ثأر الحسن أن يقتل ويسرع أمام الحسين أنصاره وأحبته. يقف وحيدا فريضا، ينظر إلى يمنة، ينظر إلى يسرة، وإذا به يرى أنهار تجري من دماء أهل بيته وأنصاره، يرى أجساد مبرضعة، يرى أشلاء موزعة، يرى رؤوس مصدوخة، يرى أكف مقطوعة. كل هذه المشاهد ينبغي أن تكون باعثة من أجل النهضة والثورة. أكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.